الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأعداء في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام
وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى ما
له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
يكرمك. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور أم لا؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الله أكبر.
هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل ما رب السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه قل الله خالق كل شيء
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زردا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو
إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها
ربنا مديلك حاجات كتير. مفيش كده، محدش بيقول كده ولا هيقول كده ولا هيخلق حد. جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين نواب. الله 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 اكبر. الله ما شاء الله يا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي
هم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قر أنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، ولله الأمر. أفلم ييأس الذين آمنوا أو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف
يخلف الميعاد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وسريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. Thank you.